وحقق أمس نجم مقرى فوزا مهما على حساب ضيفه هلال شلغوم العيد بهدفين مقابل صفر في مباراة كان المقراوة مطالبين بالظفر بنقاطها الثلاث لتحسين الترتيب وإحداث المصالحة مع جماهيرهم بتحقيق سلسلة النتائج الإيجابية. المزيد في مراسلة سعد العجال. فوز لنجم شباب مقرى بعد التعثر الاخير امام اتحاد العاصمه، فوز يسمح لنجم مقرى بالتنفس في سلم الترتيب ونقاط ثلاثه مهمه في هذه المباراه. بون السلام عليكم. الحمد لله اليوم نهني اصحابي ونهني ستاف تكنيك وميديكال والمسيرين على هذا الفوز، ومام الشعب هو الصح. وين قدرنا نخلو 3 بوان اليوم هنا مع كما يقول لك منافس مباشر اللي رانا معنا في اسفل الترتيب. الحمد لله اليوم وين قدرنا نفوزوا نخلو 3 نقاط وفوز مستحق لنجم شباب مقرى، فوز ربما لتدارك التعثر الاخير امام اتحاد العاصمه برباعيه كامله للهدف، فوز ربما يسمح للنجم بالتنفس قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فوز مهم جاء في وقته. نشكر الاولاد على الاداء نتاعهم اليوم، عطينا معناتها بريساسيون طيبه سي لو بلون معناتها تكتيك سي لو بلون تكنيك. الحمد لله نشكر الاولاد على ادائهم وان شاء الله القادم يكون افضل، وان شاء الله يزالنا برشا خدمه برشا عمل باش نجموا نخرجوا الفريق من البوتقه اللي هو فيه. عزدين، فوز يسمح لك بالتنفس لك ولفريقك من التنفس بعد الهزيمه الاخيره امام اتحاد العاصمه. طبعا ما يخبركش ان المقابله كانت صعبه، لان نعرفوا بعضنا مليح، لان حتى المدرب نتاعهم عزيز عباس راه كان عندنا يعرف الفريق مليح، ولكن عمل كبير يقوم به الطاقم الفني الجديد، يعني يقوم بعمل جبار في تحضير اللاعبين، ودليل على ذلك نشوف التشكيله يعني متغيره بنسبه تاع 70-80%. الحمد لله اننا كنا سيطرنا على كل ادوار المقابله بشهاده الجميع في الشوط الاول او في الشوط الثاني، ولا ممكن فرصه يعني تذكر للخصم، يعني حتى الفرص ما عندوش فرص يعني سريعه للتسجيل. الحمد لله كان الهدف نتاعنا الاساسي ان نفوز بالمقابله هذه، بنحضروا باريح المقابله الجايه، يعني ما يخفلكش كيف ما تلم نقاط يعني في مرحله الذهاب راح تكون لك باريحيه في مرحله العوده ان شاء الله. هذا هو الهدف نتاعنا، الاستقرار تاع الفريق، ونطلب التفاته من الجميع، لان الفريق رانا نمر بمرحله يعني صعبه شويه، التفاته للجميع السلطات السيد الوالي كذلك. ربما عزدين النقطة التي يتفق فيها الجميع هو غياب الأنصار عن المدرجات، ربما الفريق بحكم أنه النتائج تاعو سلبية بحاجة في هذا الوقت إلى دعم من أنصاره، كما هو الحال بالنسبة للدعم المادي اللي تحدثت عليه سلفا. طبعا ما يخبركش أولا الأنصار لازم يقدموا كما يقولوا حنايا الدفتر الصحي، يعني الأغلبية يعني كنا دائما هكذا يعني راهي ملي راهم يجوا يشوفوا الفريق نتمناو يعني باه الناس تروح تلقح، يعني التلقيح اولا، لان المرحله هذه الرابعه راهم يقولوا مرحله صعبه جدا يعني تاع كورونا، نتمناو يعني الناس هذه الحاجه الاساسيه. احنا انصارنا دائما محتاجينهم، ولكن الظروف هذه ان شاء الله الفريق راهو يتحسن ان شاء الله من مقابله لمقابله، احنا ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجمهور تاعنا والقادم افضل باذن الله. بالتوفيق.